طب احكي لنا اكتر عنك يا محمد، يعني احنا دخلنا على طول في الضغط الماسي، بس خلينا نعرف عنك. يعني انت بعد محمد كده محمد عبد الحميد، 29 سنه، من محافظه الفيوم، مقيم في المحله. بدات الرياضه من حديد من 4 سنين، والحمد لله حبيت الرياضه جدا، والحمد لله سجلت في موسوعه جينيس. طب يعني فكره ان انت في ال4 سنين قدرت تتقدم للدرجات دي وتكسر وتحطم ارقام قياسيه واسمك يتسجل، لان انا حابب المجال ده. في حب للمجال ده وعزيمه ان انا اوصل لاعلى مستوى ان شاء الله. طب يعني انت متارجت لنفسك ايه؟ حاطط لنفسك هدف ايه تاني؟ انت لسه كنت بتقول في ارقام تانيه باذن الله اكسرها. تانيه شغاله ان شاء الله. زي ايه بقى؟ زي تمرين ارشر بوش اب، ايدك بتبقى على ارتفاع 30 سم من الارض. اليد اليسرى المرتفعه بزاويه 45 درجه من الجسم، واليد اليمنى بزاويه 90 درجه من الجسم. الرقم العالمي 40 عده، انا مسجل 48 عده. وبعت الادله لجينيس، حاليا منتظر الرد. وفي تمارين تانية باوزان، يعني متر رطل اشيل 45 كيلو ونص على ظهري، والعب ضغط، اللي هو العب ضغط على قبضه اليد مع رفع احد الارجل. طب ممكن اسالك، بتتمرن يعني طبعا ما شاء الله باين على دراعك، بس تمرن قد ايه في اليوم مثلا؟ يعني ساعه في اليوم، بتمرن 6 ايام في الاسبوع. بس كده ساعه في اليوم؟ ساعه كويس قوي. طب سؤال، هل في مثلا تواصل ما بينك وبين وزاره الشباب والرياضه او اي اتحاد معين؟ لا للاسف. ازاي؟ طب انت ما خدتش الخطوه دي، ما عملتش المبادره دي؟ يعني انت عملت الابعد كمان، ده انت يعني تواصلت مع موسوعه الارقام القياسيه وحققت من كده. الحمد لله الحمد لله. اتمنى بعد اللقاء ده يكون في تواصل. اوكي، ان شاء الله ربنا. اسعى يا محمد، لان دي حاجه اكيد باذن الله. انا يعني بسعى، حبيب المجال ده، ان انا حابب بعمل حاجه لنفسي انا. والحمد لله انا سعيد جدا ان انا دخلت جينيس باسمي واسم مصر، وده اقل حاجه ممكن اقدمها لمصر. هو عامه السيرتيفيكت معانا برده عشان الناس اللي حابه تشوفها. فاكيد انت يعني شعورك بقى، خلينا كده نعرف عندك شعورك بقى في البلد ووسط اهلك. اصدقائي سعداء جدا واهلي سعداء جدا. نجم الفيوم دلوقتي. يعني احكي لنا بقى بعد ما حصل، اكيد هم كانوا فرحانين بيك. اكيد طبعا. اصدقائي ليا صديق محمود الكورشي ده من المحله الكبرى، كان بيحفزني دايما، وكابتن محمد صلاح، كابتن احمد الحبال، كابتن محمد عيله، كل الناس دي بتشجعني وتحفزني، والحمد لله قدرت اوصل للمستوى ده.